وينضم إلينا ضيفنا المحوري الصديق والأخ الناشط السياسي الأخ عدنان بالحاج عمر. مرحبا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا دكتور، وتحية لكل متابعيك. يعيشك وشكرا على قبول الدعوة. اليوم أستاذ عدنان ثلاثة محاور إن شاء الله باش نحكي فيهم في هذا الحوار. المحور الأول هو نبدأه مثالش بالترتيب، نبدأه بالتحوير الحكومي أو التحوير الوزاري شبه الشامل اللي شفناه نهار الأحد، وبعد نتعداو لقرار طعن المحكمة الإدارية، قبول طعن المحكمة الإدارية للمترشح عبد اللطيف المكي، ثم ننتقل إلى آخر ندوة صحفية وآخر تصريح اللي هو كان الحقيقة غير متوقع من المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي في علاقته برئيس الدولة الحالي. نبدأ بالملف الأول أستاذ عدنان، كيفاش شفت التحوير الوزاري اللي صار منذ يومين تقريبا أو ثلاثة أيام؟ والله أنا تعرف مواضيع هذية في بعض الأحيان ما نحبش نغوص فيها وقت اللي تظهر لي ما فيهاش أهمية خاصة. الحقيقة التحوير الحكومي هذايا مش تحوير حكومي معناها عادي معقول اللي ثم عنده مبررات ووراه معناها تفسير، ولا عطاونا بخصوص تفسير، ولا قالوا لنا علاش وكيفاش. هو تحويل حكومي يجي ليلة انتخابات رئاسية. في العادة التحويلات الحكومية ما تجيش ليلة التحويلات الانتخابات الرئاسية عفوا، أنت عندك رئيس متخلي منتهية ولايته، متقدم العودة الجديدة ما يبدلش حكومته، نورمال ما يبدلش حكومته، لانه هو مش شنو الحاجه اللي مش يقدمها للناس؟ شنو الحاجه اللي مش يقنع بها الناس باش تعاود تصوت له؟ مش يقول لهم هذه انجازات انجازاته. شكون اللي معناها مساندوا فيها ويسهل عليها وينفذ فيها؟ هي حكومته، يعني حكومته ما يجيش فيها عاهات، لانك تبدل حكومه معناها حكومتك فيها عاهات، فيها نقائص، فيها هنات، فيها قلة إنجازات. أنت جايب لنا حكومة ليلة اللي متقدم للانتخابات الجديدة وتقول قالوا في فريق بارع ما لم يقله مالك في الخبر في حكومته، عارف اللي نصبع والناس كل شهد على ذلك، لأنه ليما الكلام اللي قالوا معناها شيء كبير. معناها عمري ما ليت أنا رئيس حكومة أو رئيس جمهورية يقول في حكومته هذا النقد اللاذع وهذه الكلمات الصعبة. أو في بعض الأحيان استعمل كلمة رمان، رمان وهو يعني الحكومة، يعني الحكومة ما فيهاش حتى شك، معناها ما خلاش شك. أو أنا نجتهد برشا باش نفهموا أن الحكومة هذه هو مغتاظ منها، هو مغتاظ في الحقيقة وحسب تقديري من أنه لم ينجز شيئا. بطبيعة الحال ثم ناس ينجم يعديلها فكرة أنه الحكومة هذه مش تجيب الزيت منزيله وتوكل كل جعان كما قال الشيخ إمام. أنا لا أظن ذلك، وتوانسة توا عاد ولينا نعرفوا بعضنا، ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، ونعرفوا شنو نجموا ننتظروا وشنو ما ننتظروش. لكن لابد أن نقول أن ثم نقطتين هامين في هذا التحويل. أولا تجديد الثقة لوزيرة العدل، وهذا يعني شيء، فهو يعني أنه السياسة الجانب السياسي في سلوك ومنهج المسار هذايا مسار حج الصعيد باش يتواصل. علاش المسار السياسي؟ لأن السياسي كل اليوم يدور حول وزارة العدل، لأن السياسي كل يدور حول وضعية الحريات، حول القضايا، حول المحاكمات، حول الإيقافات، حول المرسوم 54. هذا الكل هذه كلها محاور تدور في رحاب وزارة العدل، يعني هو شدد تمسكه بوزيرة العدل، يعني بالسياسة التي تنفذها وتشرف عليها مباشرة السيدة وزيرة العدل. كذلك أما نقطة هامة هو إقالة وزير الفلاحة وكذلك وزير الصحة اللي هما عسكريين، وهذا يقلل عدد العسكريين في الحكومة
ويتفق سوا بقى ويشترك عسكري هو وزير الصحة الجديد الذي أخذ مكان العسكري القديم و بطبيعة الحال وزير الصحة ولا مدني هذا لابد أن نحاول ونفهموه ونفكوا رموزه. بطبيعة الحال ليش نمشي ياسر في التحليلات إلى حد أنا نوليه ونحن نصور وحاجات اللي ممكن هي أكثر من الفولكلور من حاجة أخرى، ولكن أنا أقول أن الرئيس يبدو أنه علاقاته مع الفكرة التشريك العسكريين في الحكومة ما عادش هي نفسها. قبل كان يتكلم ياسر بالعسكريين وكان يمشي، كان تتفكروا كان يمشي حتى للسكنات ويعطي ويكلم الشعب التونسي من السكنات. أكيد أنا أتذكرهم في عسكريات فهمتني في أكثر من مناسبة مشى للسكنات وكلم الشعب التونسي من السكنات باش يقول له أنا مش حارب الفساد وأنا مش نعمل حرب التحرير الجديدة وأنا مش نعمل كذا وكذا وكذا. في المدة الأخيرة قلت شوية هذه لأنه يمشي السكنات و الناس كذلك في المدة الأخيرة ما شكهاش أنها تلاحظ أن وزير الفلاحة كان معناها في غير اتفاق في مسألة يعرفها الشعب التونسي كل وهي مشكلة المياه في تونس ومشكلة الشحف المائي. وزير الفلاحة يتكلم في كلام اللي يتكلموا فيه الخبراء واللي ولا يعرفوا الشعب التونسي كل اللي كنا عنا شحن مائي كبير لأن ما عملناش حتى شيء في مسألة المياه رغم التقلبات المناخية الكبيرة واللي خلت تونس معناها عرضة لمعناها شحن مائي هذا. ورئيس الدولة يحكي على ناس لوبيات وناس مناوئين وما همش ثابتين وما همش وطنيين يقصوا المياه. وزير الفلاحة كان واضح في الشيء هذا كما قبله هو رئيس الحكومة الفشاني يعني هما يقولوا في حاجات اللي ما تتمشاش معاه وما تتمشاش مع الخطاب اللي سوق فيه هو. ولذا صار هذا الشيء اللي صار. البقية بقية الوزراء أنا الحقيقة ما نيش معه في حد شيء. داير استغل الفرصة باش نقول لك وينو سلمتوري. سلمتوري رئيس الحكومة أنا أقول له تكلم حتى نراك يا صديقي. تكلم حتى نراك انت كنت في الحكومه من قبل راهو كان وزير شؤون اجتماعيه بالضبط. يعني مواكب العمل الحكومي ماشي جديد تاخذ ثلاث اشهر استاج باش تطلع من جديد على الامور انت موجود في الحكومه وقاعد معناها طريقك في القصبه توا تنجم تتكلم تقول لي وتقول لنا شنو برنامج شنو عندك برنامج ولا باش تكون منفذ وكفاءه باش تتكلم التوانسه في الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه والمعيشيه وغيرها من الشؤون اللي تهم التوانسه ولا ماكش باش تتكلم. هذه الملاحظات اللي نجم نعملها على التحوير الرئيس الحكومي الاخير. وانا لا حقيقه طبيعي كم الوضوح وبكلام بسيط ما فيش برشا تبشير سمحت لي في الكلمه لا انتظر معناها أنه معناها باش كما قلت من الأول باش يجيبوا زيت من زينه بالحكومة هذه. نريد برنامجا، نريد توجهات جديدة وأشياء تنجم تهزنا بطريقة إنجازات، وهذا ما ينجمش يصير في فريق باش يقدم في وضعية كما اللي خدم فيها الفرق اللي قبله. راهو ثلاثة رؤساء حكومة وثلاثة حكومات في ثلاثة سنين. هما خمسة هما في العهدة نتاع قيس سعيد خمسة رؤساء حكومات مروا الفطاح والمشيشي ونجلة مدن والحشاني والمدوني. لكن عندنا خلينا من زوج دولانيين ولو انه هو في ذاته الذي معناها عينهم زوج دولانيين مش الفطاح والمشيشي عينهم قيس سعيد ولا احد غير قيس سعيد. حتى كي عطاوا الحساب الطرحات ما مشاش في المقترحات نتاعهم فهمتني؟ ولكن ما لا علينا خلينا نقعدوا في الثلاثة سنين نتاع
السلطات اللي محتكرها رئيس الدولة. ثلاثة سنين ثلاثة رؤساء حكومات، هذا شيء ما يهمش، ينبئوا بالاستقرار أو ينبئوا برؤية أو ينبئوا ببرنامج على مدى حتى متوسط، شيء معناه هذه فريق يدور وكهو، معناها حتى حد بيشخصنا بلاده كما نقولوا احنا بالدارج، وهذا ما يجيش، مش حتى السيادات ومش حتى البلدان تدار وشأن العام يدار. واضح. الحقيقة في نهاية المطاف كما قلت لك زادة من الأول، معناها ستان نون إيفينمون، ليس حدثا كبيرا ولم تكون له تبعات ونتائج كبيرة. واضح. باهي، واضحه الصوره بالنسبه للتحوير الحكومي. الاسئله اللي قاعده تتطرح توا هيك بسطتها بالكدا، وهذاك هو الحقيقه اللي يلزم يتقال في هذا. ما سمعتوش الحقيقه في المنابر الاعلاميه الكلام هذا، لكن هذا لا يلزم يتقال. باهي، هيك نمشي توا للملف الثاني اللي هو البارح عاشت على وقعه، دونك برشا معناتها اطراف متابعه للشان السياسي وبرشا توانسه يتبعوا في السياسه في تونس، اللي هو قبول المحكمه الاداريه لطعن المترشح عبد اللطيف المكي، ولا اعتبروا البعض من أهل القانون زلزال هز المحكمة الإدارية. أنت ساعة سؤال لول ساعتين، كيف شفت قبول الطعن هذا؟ كيف شفت معناتها شنو نتيجته اللي تنجم تكون، شنو انعكاساته، هل كان متوقع أم لا؟ شوف سي عبد السلام، احنا ثم زوج مستويات في الموضوع هذا. لما ثم المستوى في إطار المحكمة الإدارية وحدها، ثم في بعد في إطار قرار المحكمة الإدارية باش يقع تطبيقه ولا لا. ثم كذلك لابد نعرف كيفاش باش يصير التعاطي مع الموضوع هذا بالنسبة لكل الطعون. بالضبط، هذا سؤال ثاني. بالنسبة للطعن اللي يهمنا وهو الطعن اللي قدمته الأستاذة عبير موسي. بالضبط، هذا هو اللي يهمنا. احنا نحكموش على الملف بعنصر من الملف، يجبنا نشوف الملف كامل في جملته كيف وقعت معالجته، حتى نفهم حتى في الزوج مستويات لازم نعمل كيكا، حتى مع المحكمة الإدارية، لأن معناها الناس عبرت عن إيجابية وهي بالفعل إيجابية قرار في إعادة المكي للسباق، لازمنا نزيدوا نترواه ونشوفوا شو يعملوا مع الناس الآخرين، لأنه برشا ناس يقول لك النجم تكون معناها في تمشي معين، في حسبة معينة، في تنبيصة معينة، هذا كله أنا لا أقول ماشي هكا ولا ماشي هكا إلا من رأى في النهاية هو شو مازال نحن على مربع حجر، هو قدوة بعد أقل من 24 ساعة باش نعرفوا النتيجة بالنسبة للمحكمة الإدارية، يعني المستوى الأول، ثم بعد ذلك باش نعرفوا هيئة الانتقادات ومن ورائها السلطة السياسية. أنا هذه حاجة متمسك بها وديما نقولها لك، باش نعرفوا شنو باش يكون القرار، هل باش يقع معناها الإذعان بقرار المحكمة الإدارية اللي هو قرار بات معناها لا تشوبه شائبة، مفروض أو يفترض أنه لا تشوبه شائبة ويلزم يقع تنفيذه من طرف السلطة التنفيذية والهيئات الكل بما فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هذا هي باش نشوفوه. بعد ما نشوفوه نجمو نتكلموا. توا ثم شوية استباق للأحداث، أنا نفضل ما نستبقش الأحداث، ولأنه للأسف المؤشرات عودتنا على أنه ما تبقاش برشا مفاجآت جميلة قاعدة تجينا من الشأن العام ومن الشأن السياسي ومن النظام بالتحديد. بالضبط، الواحد يجب يكون متحفظ ويبدي بعض الاحتراز ويستنى. أنا مع الجملة الشعبية يبعثوها من صدق إلا من عنق، فما ناس أخرين هكا يحبوا يترمعوا ويعنقوا، ساعة ساعة واحد يترمع على حد يلقاه مش موجود، فهمتني؟ دونك معناها تلقاه شاد الهواء. أنا نشوف ريفات ونفضل أني تبدأ الأمور واضحة قدامي ملموسة كذا، نستناه غدوة ونشوفه. لأنه من قال أنه أو فما ناس معناها وقع رفضت بعض الطعون تاعهم، ايش بي وفما طعون مرفوضة ونعرفوا أنه معناها نورمال أنها مرفوضة، في ناجي جلول جاب 88 تزكية فقط، دونك رفضوا له الطعن تاعو ابتدائيا واستئنافيا أمام الجلسة العامة.
القضائيه ده مش دليل. هذا كما فهموه. اما الغدوه باش نشوفوا اربع حالات اخرى، منهم الحاله اللي فهمنا احنا اللي هي حاله عبير موسي، وعلى شيء ذاك نعطيه معناها تقييم وحكمنا على المسمى الاداريه. ثم بعد ذلك نعاود نقول ننفذ بهذايا، بعد ذلك نرجعوا نقولوا نشوفوا مستوى تطبيق الهيئه العليا للانتخابات ايش باش تدعم للقرار القضائي ام لا تدعم. ذلك عندنا سابقه معروفه يعرفوها التوانسه اللي تبعوا في السياسه الكل، هو ان المحكمه الاداريه ذاتها اصدرت قرار باعاده القضاه المعذورين الى عملهم ولم يقع تطبيقه. ما تعرف فيه وزاره الخارجيه هذا واضح وضوح الشمس على قارعه الطريق. مش مش تجي تقول لي انت القرار هذايا باش نفذوه، بالتاكيد باش نفذوه وقت اللي راهو ينفذوا وقتها يقولوا لك معناها يعطيكم الصحه نفذوا نفذوه. واضح باهي. معقول الكلام الكل معقول، وبرشا مفاجآت وقلتها يعني البارح برشا مفاجآت معناها غير سارة ديما تتواجهنا، وديما ما يلزمش الواحد يكون زادة كيف كيف متفائل 100%، كيف كيف التشاؤم زادة يلزم الأمل موجود سي عدنان، ويلزم الناس معناها تكون عندها شوية ثقة في رواحها وثقة في خياراتها وكل شيء. دونك إن شاء الله احنا على كل حال هي بدرت خير. على كل حال احنا بغض النظر عبد اللطيف المكي ولا غيره كان كسوا اكس ما يهمنيش فيه شكون الواحد نتاعو، لكن فما هيك بسيس أمل شافوه الناس كونه المحكمة الإدارية معناها أنت فما شوية ثقة جديدة رجعت في القضاء التونسي من خلال الحكم هذايا أو من خلال قبول الطعن هذا هكا ولا؟ والله مش أقول لك، أنا كل واحد رأي يحب مش مشكلة، هذا رأي وهذا رأي داخل رأي بالضبط صديقنا الثالث أو الرابع أو الخامس، كل واحد يرى كما حد حكاية المرض والتفائل والتشاؤم والتشاؤل اللي هو بين البيين واللي انا نحط نفسي فيه. انا لست متشائما ولست متفائلا. فما كلمه قالوها مره قالوا انا متشائلا، انا متشائلا لاني انا انسان واقعي ما حبش نبقى عايش على القاعده. فهمت؟ حد من عين عيش على الارض وانا نمشي بالارض. وبيعطيه ديما فما العدل وفما الذوق الى ما احسن، ما نلواش الماضي واحنا مغاضيين وانا مش قاعد باش نقدموا واش باش نوصلوا. لكن ما نحبش نروح الى جنوبي او سادس. بالضبط. فاهم الموضوع وفي بعض الاحيان نستنى النتيجه باش نتكلم وباش نعبر. فهمتني الباقي كله وهذا كان يسعى ما عامل جو وهذا قاعد يحكي قهوه ينبر ويقول اي عطوه مش نربح مليار وغدوه باش نعمل كذا. وبطشة عندنا بطشة في تونس هكاك الدولة يحكيو. صحيح. الدولة يحكيو، احنا عندنا رئيس دولة بحدانا في بلاد ماهيش بعيدة قال اللي بلاده معناها هي الاقتصاد الثالث. تو اي فما ناس ماكش تساعدها هكا يحبوا يسمعوا حكايات كيما هكا. انا ما نحبش نسمع الكلام هذا لاني اعتبر انه ليس معناها كلام جدي وكذا. ولذا انا ماذا بيا نشوف الاشياء ونشوف الارقام نشوف المنجزات نشوف هذا. وتعرف احنا عندنا شويه شح في البنجال وشح في الكلام الصادق، وعندنا برشا شح كذلك في الـ 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 الاشياء اللي باش تجيب الخير للبلاد. مثل ما تحلناش في مخارج خير بعد بعد توا في الدقيقه هذه في الوقت هذا نحن بعد. صحيح. اللي يحب يأمل على روحه، وأنا نجم أنا راني في المطلق وفي المدار المتوسط والبعيد، أنا أأمل في أن تونس باش تحسن وضعيتها وباش تحسن وباش تبدل فيها موازين القوى وكل شيء، ما نعرفش الماضي كما قلت لك، لكن اليوم مازلنا ما دخلناش المسار هذا، ما دخلنالوش، كي ندخلو وقتها نقولوا أنا ما دخلنالوش، ما مشكل. واضح واضح الرؤية سي عدنان. نمشيو للمحور الأخير واللي هو كما قلت كان مفاجأة بالنسبة لي، وأكيد اللي كنتي الموقف نتاع زهير المغزاوي والناس اللي يتابعوا معناها، خاطر نعرفوا معناها قرب حركة الشعب من المسار 25 جويليا سيغتان مومون، نعرفوا تصريحاتهم، نعرفوا تصريحات زهير المغزاوي كيف كيف. شنو شفت أنت توا الندوة الصحفية زعما حسب رأيك، علاش شنو سببه أو سر هذا التغير في المواقف، يعني التصريحات اللي صدرت على لسان زهير المغزاوي؟ شوف سي عبد الزياد توا غير ما نجرحوا في الراجل وهي المغزاوي راهو يسمى نفكروا بحركه الشعب، راهي حركه معناها تطوراتها
والشيء اللي شاهدناه منها ديما غريب راهو حركة الشعب وقت اللي وقع حركة الشعب وقت اللي وقع اغتيال شكري بالعيد ثم بعده محمد الإبراهيمي اللي كان معاه في حركة الشعب هو بعد خرج التيار الشعبي كون التيار الشعبي ولكن هو زميلهم وكان معاهم في الجبهة الشعبية وكانوا حركة الشعب هذيك وقت اللي الدنيا كانت معها وبدا ذاك معناها اعتصام بعض وكذا ممثلها في الحكومة اللي كان وزير التعليم كان ملبي ما خرجش من حكومة النهضة عاد وزير التعليم في حكومة الترويكا إلى أن خرجت من الحكم. هذه راهو ما تنساوهش راهو تونس توا أنا متأكد إن الناس اللي قاعدين يسمعوا فيه توا نساوا على الحكاية فما شنع ما يعرفوهاش أنا نذكرهم وهاكا يثبتوا هاكا يدخلوا للجوجل ويعطوا يعطيهم من وقتاش لوقتاش كان ملبس كان وزير التربية والناس الكل تعرف اللي شكري بالعيد وقع ارتياده في 6 فيفري 2013 ومحمد البرادي في 25 جويلية 2013 وقتها سيطان الأبيض ممثل حركة الشعب في حكومة الترويكا تبقى في مكانه وفما شكون الحاهم الاستقالة لا يستقل وبقى هذيك أهمي هذايا سيطان الأبيض اللي هو مش مع المسار وهو بتاع قيد بعيد هاني نعطيكم معناها هذا اللي مقدمينه على أساس أنه هو ما هوش مع المسار ومع كذا فما ذلك مستقية تعرفوا اللي في السابق حركة الشعب شاركت في حكومات شاركت في حكومات وشاركت مع حكومة الاختيار ولكن رينا أنها كانت سباقة في أنها معناها تجبد بالتحتيه وتدور عني ورينا حركة النهضة كيفاش تتعامل معها وهي كيفاش تتعامل مع حركة النهضة وريناها في البرلمان وفي عديد النشاطات المهمة كيفاش تصرفت وريناها توا مع قيس سعيد ومع مسار هذا ما يسمى بمسار 25 أنا نسميه مسار قيس سعيد معناها كيفاش قاعدة تتصرف اليوم هكا تقلبت عليه معناها تقريبا 360 درجة بالضبط معناها تقلبت كومبليتمون تقلبت في هذه السبب هما راهو مش نعل او ماشيين نتاعنا مو ماشيين على الشرق لكن بلدان نتاع الانقلابات ونتاع المؤامرات ونتاع الدسايس ونتاع الاشياء هذيك الكل عندهم هما في قدم السنبات راهو يدوروا على واحد داروا عليه لكن وهنا باش نبدا نقول الشيء اللي نحب نصدق عليه واللي نعتبره مهم لكن الكلام اللي قالوا اليوم حتى ولو هو يناوب في مرساوي الكلام هذايا كلامه كله شيء شو قال هو؟ قال أن المسار هذا ما جابش انجازات قال أن المسار الانتصابي المسار السياسي ما جابش انجازات المسار الانتصابي معناها مواشي معناها الناس تظن بتاعهم مش مساوي ثم منافسين وقع إبعادهم معناها بطريقة معناها تعقيباتية و أنزل الله بهذا السلطان قال انه معناها ثم استعمال من احد المرشحين لوسائل الدوله والامكانيات الدوله وثم تسليم بانه هو باش يتعدى ما ثم حتى شيء معناها باش يسده باش يكون موجود في الحكم بعد 6 اكتوبر وكذلك ما لم يقله ما لم يكن في الخبر اليوم هذا المحتوي اللي مده 3 سنوات وهو يقول لا والمسار هو الكل واحنا معاه واذا تم نهار انشراح سنكون ضده وكذا هاو فعل المسار وجاءت انتخابات وكان هو متقدم للانتخابات ومع انه هو عنده وجود في مؤسسات المسار ولا الدليل على ذلك انه عنده كتله في البرلمان وهو الحزب الوحيد اللي عنده كتله في البرلمان من ضمن الاحزاب اللي كانت في البرلمانات السابقه واللي شارك في الانتخابات واللي دعم الاستشارة ودعم الدعم للدستور ودعم كل حاجة تعملت وما شاركوش فيها التوانسة بنسبة كبيرة كانت في وسطها حتى النسبة الصغيرة الأخرى كانت في وسطها حركة الشعب هاو اليوم معناها تخلب
بطريقه غريبه. اها. يعني شو تقول لك انا؟ الكلب فيه لكن الكلاب اللي يكون فيه كل صحيح. فما حتى حاجه اليوم على زهير المقدام مش صحيح. لكن انا نقول له يا زهير انا مش كلام كذب. هذا كلام المعارضه. الناس اللي على طول العهده وعلى طول الثلاث سنوات الاخيره ما كانت معارضه للمسار هذا وكانت هي حجر الراحه في حركيه المعارضه. الكلام هذا لا ناخذ مثال احنا عبير موسي. الكلام اللي قاله المقدامي عبير موسي لم تنفك يوما من عن قوله. صحيح. فهمتني؟ حتى من وراء القضبان لكن البيانات والرسائل بتاعها تعاود ترجع الموضوع هذا. صحيح. تعاود ترجع على الناس هذيا على الخيبات هذيا اللي سببها هذا المسار للشعب التونسي ولتونس ولنتائجها الاقتصاديه ولوضعيتها الاجتماعيه ولمكانتها بين الامم هذا كله معناها عبير موسي تكون فيه. صحيح. هذه الرايه القريبه اليوم الكبيره في عبد الفلاح هي كيفاش انه انتخابات رئاسيه في العالم الكل انتخابات رئاسيه خاصه كذا رئيس متفني راجع اذا باش يترشح دائما تلقى معناها المنافس نتاعو الاول هو رئيس الفرد المعارضه الاول الموجود على الساحه. احنا شبه يدخلونا في مقابلنا انهم يعملوا انتخابات بدون ان يشارك حزب المعارضه الاول اللي هو حزب الدستور الخارج مجددا في رئاسته عبير موسي في الانتخابات. راهي هذه ما تجيش راهي هذه ما تجيش ما تصير هذه الحكايه في كل شيء احنا بدلنا نقولوا كان يحكيها الحفار قبله. ايه نعم يا سيدي هذه تحكيها واحد يحكيها الحفار قبله. كان غدوه ما تنفش ارجاع عبير موسي في السباق وقتها لابد ان نقول ان الانتخابات هذه لا تستقيم في اي صفه من الصفات. شو معناها رئيس حزب المعارضه ما يترشحش للانتخابات الرئاسيه؟ ما شكون يترشح؟ بالضبط. ما شكون يترشح؟ انتخابات رئاسيه في كل بلدان الديمقراطيه وحتى في بلدان نصف نصف او بين بين معناها ديما رؤساء الاحزاب المعارضه زعماء الاحزاب المعارضه يكونوا هما المنافسين للرئيس المتحدي اللي مش عاوز يترشح. كيفاش انتم ما تحطوش؟ هذاك علاش انا نقعد بها ساعات الناس هكا تدخل انا شفت توا معناها نشوف في شبكات التواصل الناس الجمعه اللي فاتت كانوا مع الزرنال هما نفسهم ولاو البارح مع المكي واليوم مع المغزاوي على خطة الطابو وشوف غدوه مع شكون باش يوليو. هذه انا قلت معناها هذه اللي تسمى كل فلان يشطح على طارق وفجر. يا ولدي راهي ما فماش في السياسه طارق وفجر. السياسه فيها انك تاخذ موقع وتعمل خيار وتنضبط لهذا الخيار وتقعد تناضل في الخيار هذاك وتشد فيه وتمشي فيه مش كل يوم ويوم وكيش نعملوا ونصوتوا مشكور وكي ما نخليوش عبير وكي ما نخليوش عبير ما نصوتوش ما نصوتوش. هذا هو الكلام الصحيح. فهمتني؟ واضح. شو معناها وشو معناها توا معناها قيس سعيد مش يترشح والعائلة القومية كان تحب نسميها هكا هذاك هو تسميتها عندها مرشح. اي والعائلة الدستورية شكون مرشح؟ مرشحها من اجل يكون تابع السياسي الذي يمثل العائله الدستوريه. انا معك ان العائله الدستوريه ممكن اوسع من الحزب الدستوري الحر ولكن في المحطات الرسميه السياسيه الحزب الدستوري الحر هو الذي يمثل العائله الدستوريه ويجب ان يكون موجود. نقول هم الناس كل تقولوا في تونس فما ثلاثه معناها توجهات اليوم سياسيه موجوده او اربع توجهات قيس سعيد القوميين الاسلاميين وهو فما الثاني معناها في ثلاثة وفما توا عبد الثاني من البارح لأن ذلك راهو عبد الثاني في المكي الثاني مش على خاطر فرنسا وعمل الحزب هو بيدو يقول لك هو حزب محافظ وهو حزب معناها عنده مرجعيات دينية وكذا ثم عبد الثاني في المكي لمن لا يعلم أو نسي أو تنسي راهو عبد الثاني في المكي هو اللي كان يخرج في معناها عملية صبر الآراء كشخصية إسلامية معناها تخرج في لي سونداج ما كانش فما حتى اسم اخر قبل المول وقبل الناس الكل ورجعوا ارجعوا لجوجل وجدوا لي سونداج تلقى وقت اللي يخرج اسلامي ما يبدا كان عبد الكيف المكي. صحيح. ما كيفاش؟ اي معناها توا الاسلاميين عندهم الحق باش يكونوا في السباق والقوميين و
وبالطبع قش أي ولا معناها الدستورين ما يكونوش اتفاق صحيح؟ لا يستحيل صحيح. ممكن أنا ما مستقبل الاختلاف وممكن غدوة يقع القرار، قل مش غدوة بس يلزم غدوة يكون القرار في هذا الاتجاه بالنسبة لعبير مرسي ويلزم تطبيق الانتخابات ومن وراءها النظام السياسي بالبلاد يقبل أن عبير تقول في المناسبة كلفنا ذلك ما كلفنا، حتى ولو كلفنا ذلك أنه يقع معنا تأخير الانتخابات بدرعة أسابيع تكون عندها الحق كما الناس الأخرين باش تحضر تسجيلاتها وتحضر روحها وبعد هي التسجيلات. ما فماش هذا، ما فماش حاجة كما الانتخابات لابد أن تحترم فيها المعايير بالضبط. المعايير الدولية مش معايير بتاع تونس، هي المعايير الدولية معمول بها في العالم أجمع، المنافسة هي أول المعايير. دونك يلزم عبير مش موجود ويلزم حزبها ترفع عليه الاستغلال، يتنفع عليه المغرب، نحن عليه أغلال، مش فقط عبير موسي وماري مساتي في التجربة، أما برشا جات أخرين وقع، وأنت تعرف منيح اللي وقع من الجهات معناها تجيب بهم وفقط يتوقفوا، أنت ولا لا؟ صحيح صحيح. وفما معناها اجتماعات منعت وفما مسيرات منعت وفما برشا اشياء اللي معناها هذا كله يلزم انتوا سياسي، مش فقط انا نقول للعبيد مش اي ارجع ترش يلزم سياسي ويلزم مناظره، المناظرات يلزمها وقعها يقعوا اقرارها، شو معناها ما نعملش مناظره؟ الشعب التونسي يشوف المناسب بتاعك وتجاوب على الأسئلة في كل مجال، السياسة الخارجية، المسائل الاجتماعية، المسائل القومية، السياسات العامة، ما لا كيفاش، ما لا كيفاش، يمكن ما عندكش إنجازات وتزيد ما تحبش تتناظر، شنو كيفاش الحكاية هذه؟ شنو معناها؟ شنو معناها؟ شنو معناها؟ تشتحن؟ يبغى ضد الإنسان يدخل تحاسب. بالضبط. كله هذا كله يلزم الناس اللي تسبب تفهم السياسة وتبدا تنجم تاخذ مواقف معناها مع هذا او مع ذاك، تبدا تنجم تولف مدينة الشيء هذه كل هذه كله يلزم يبدا معناها في انتخابها، مش تشد حاجة وتنسى 10 حاجات أخرين وتنسى. أنا قلت لك مثلا، أنا عطيتك بك المثال، قلت لك راهو سالم ربيع كان وزيرا للتربية وكان في حكومة الترويكا وكان ممثلا لحركة الشعب في الانتباه القيادي فيها، ووقت اللي وقع احتيال شكري بالعيد وبعده هو بخمسة اشهر الحاج الابراهيمي ما خرجش ولم يتقل من حكومه النهضه، وبعد جات شاركت في حكومات اخرى فيها النهضه. ما كيفاش؟ شنو معناها هكاك؟ هو معناها نستقطف يزن نبداو عارفين هذه مسائل اساسيه ما نجموش نتخلفوا عن معرفتها وانها ديما تقعد في بالنا، باش نعرفوا كي نلقوا الاشياء وقت اللي يعطيك مثلك الحاجه باش تلزمها يلزمك تعرفها كامل فروعها، تعرفها كامل فروعها باش تقيمها، مش هكاك معناها بالكيوف. قلت لك ناس، انا شفت ناس كانوا الجمعه اللي فاتت هكا بقدره في قادره مع الزمان، ولاوا البارح مع عبد الكيف المكي واليوم نلقاهم فتي معناها يطبلوا زهير المرزاوي وقلت والله اعلم شكون، شو هذا؟ مش هيك السياسه، الناس تراه في الديمقراطيات العباد وخاصه في الدور الاول من الانتخابات، في الدور الاول كل انسان يصوت الحانوته ما يصوتش حد اخر، بعد في الدور الثاني على حسب الترتيب اللي جاء في الدور الاول تقع التحالفات وتقع معناها القرارات باش يعاودوا فلان ولا فلان لانه في الاخر ما عندهمش برشا اختيارات. الأول كل إنسان معناها يصوت ليحبه ولطياره وللبلاصة اللي هو معناها ساندها على مر السنين وعلى مر الأشهر في حد ربي. واضح. برش علينا ما نجموش نداوم فيها. نقول بالأشهر. الإنسان على الأقل يكون شنو أنت تجي واحد متساك فيه 10 أسابيع الثاني وتجي تقول أنا باش نصوت له وين ما تعرفوش أنت ما تعرفوش. أنت ما تعرفوش. وكل باش نصوت واضح. واحد شد معناها الخندق اللي انت موجود فيه، اقعد في
في المعسكر اللي انت موجود فيه وفي الخيار اللي انت موجود فيه واللي انت ساهم فيه. شو هكا بدلوا معناها بهذه السهوله؟ ثلاثه ناس تقول برشا بيوعه في تونس وبرشا معناها معناها ناس معناها قلابه فيستا عندنا كيف ما هذه معناها ياسر معناها شاكر علاش ظالمينهم هما تقول قلابه فيستا حتى قلابه فيستا واللي يقلب فيستا ما فيش امان ما فيش امان يا سي عبد السلام. واضح واضح هذا هو واضح أستاذ عدنان. يقول لي ثلاثة نقاط بيان ديفلوبي. يعطيك ألف صحة على قبول الدعوة. شكرا على تبسيطك للرأي العام معناها الأفكار هذه. نتصور اللي تفعلوا معنا ما شاء الله معناها كلهم تقريبا يشاتروك الرأي أو معظمهم يشاتروك الرأي. شكرا على قبول الدعوة. موعدنا إن شاء الله في لقاء إعلامي قادم. نخلي لك كلمة الختام سي عدنان. إن شاء الله إن شاء الله المستمعين بتاعك والمتابعين بتاعك يفهموا إني أنا راني مانيش من وقت اللي نجيك ونحط معاك ولا نعمل فيديوهات ولا نمشي لوسائل الإعلام إذاعات وتلفزيونات وقت نمشي نحدث ولا وقت نكتب وننشر راني أنا مانيش نحب نتودد طرف دون طرف. نحب نقول شيء نصمم فيه بكامل الصراحة بالطبيعة ما تعجبش الناس الكل وأنا مش طالب باش تعجب الناس الكل وأنا بيني وبينك يا عبد السلام ما نحبش السياسيين تعجب الناس الكل لأنه إيش معناها السياسي تعمل على أنك تعجب الناس الكل معناها ما عندكش أنت أشياء مبادئ اللي أنت ثابت عليها وتعارك عليها وتنافس فيها ناس أخرين وكذا هذا بالنسبة لي الأمور. إذا أنا في الوضعية هذه اللي تعيشها بلادنا ما نجمش نكون أنا سمباتيك ياسر مع الناس الكل وحاضر مع الناس الكل ونحكي للعباد الشيء الوردي اللي تحلم به الناس الكل. انا نحكي الحقيقه وعندي رايي انا اللي هو ينجم ما يقابلش رايك في الموضوع الفلاني ويقابلوا في هذا وهذا 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 الناس يلزمها تقبل واحنا عندنا حاجه في تونس ما نقبلوش ياسر راهو الراي المخالف وهذه حاجه لابد نصلحوها لابد نمشيوا في معناها في اطار معناها تفريق الفكرة هذه انت عم نقبلوش الرأي ما نقبلو الرأي وراه ما عنده مستقبل كان اللي يقبل الرأي بالضبط. وما عنده مستقبل كان اللي قدوة باش يتخالف مع الفريق ويمدلهم يديهم ويمدوا ليهم ويمدوا له يدهم على أساس أمور واضحة بزاف بالنسبة باش الناس ما تغلطش بالطبيعة فما الناس ما نجموش نتعاملوا معاهم صحيح حقنا صحيح الناس لو طلعوا تحرر ولا رميوها في المسابق أنا قلنا احنا ما نتعاملوش معاها هذا معناها واضح يمشوا علينا انا نخمس اللي مثلا الاسلام السياسي يضروا بالبلاد ما نتعاملش معاها ما نتعاملش معاها هذيك مبدا عام نخمم ان الشعبويه الفوضويه ما في معاها التعامل ما نتعاملش معاها ما نتعاملش معاها كيف كيف ولكن ثم قواعد ديمقراطية لازمنا تكون تحترمها واللي يحترم القواعد الديمقراطية مهما كان الفكر بتاعو والانتماء بتاعو يتوقف يعبر عن روحه بالضبط احنا عندنا مشكلة في التعبير اليوم في تونس الصحفيين في الشارع صحيح عندنا مشكلة في حرية التعبير هذه اللي ما كانتش سنوات الفاتت ما كانتش عندنا مشكلة في حرية التعبير صحيح ولات موجودة صحيح عندنا ناس في السجون صحيح صحفيين وغير صحفيين وشطة قياديين سياسيين رؤساء احزاب منهم عبير موسى صحيح شو هذا؟ فشو هذا؟ هذا كلهم نحبوا نعملوا معاه معناها تنازلات ونلامي السادس وتو قدموا فلان في بلاصه فلانه وهذا وكذا مش هيك راهي الامور تمشي انا مش تمشي الامور ماشي مش هذا الاحزاب لازمها موجوده لازمها تخدم على روحها وكذا بطبيعه الحال كل ما هو فساد وشفناه فساد السياسي والمالي بعد هذاك اسمه يتحقق القانون هذاك الناس كل يتمثل عليه لكن ماشي مشكل لكن مش نحيبوا الاحزاب ونفسخوا كل شيء ونتعداوا بالدوسير على كل شيء قال شنو قال مش نعملوا لكم معناها المدينه الفاضله ما فهمتش مدينه فاضله لكن ثم مدن كثير من المدن واحنا يلزمنا نحسنوا المدن نتاعنا وردوا بلادنا مجموعه مدن وعريات وغيرها معناها اللي يطيبوا فيها العيش الشيء مش موجود اليوم اليوم الامور كل والمؤشرات ماشيه قدامي مش قدام وهذا الناس كل تعرفوا ديما فيهم الناس انا متاكد ان الناس حتى اللي في الحكم اللي يعطيو فينا في
في ارقام ومن شنو وكذا يعرفوا في حقيقه انفسهم ان الامور مش ماشيه بل هي تتوارع. هذا هو في واضح ان شاء الله ما يتغشوش معناها من كلامي الناس اللي تسمع فيا، لانه انا راني نقول كان الحق والحق في اغلب الاحيان ما يعجبش. صحيح احنا انا خدمتي مانيش نشطاء مكياج، انا مش ملاعب بعمل المكياج. انا ناشط ومناضل سياسي اقرا الوضعيه كما هي وغلطت وحللها وتحدث فيها والامل موجود. كيفاش الامل؟ الناس اللي يقولوا لي ساعات شبيك حتى بصيص الامل تحب ترزينا فيه، انا اقول لهم الامل موجود ولكن الامل نتاعي هما يسخايبوا معناها 6 اكتوبر باش يجيب لهم الحل. تحليلي انا يا تحليل تحليلي ما عنديش شيء هذاك، مش تحليلي برك، تحليلي والحقائق اللي نعيشوا فيها والمؤشرات اللي قدام. ولكن الدنيا ماهيش 6 اكتوبر والنضال متواصل والمقاومه متواصله وكلنا مع بعضنا قلنا أجل أم هذا هو. شكرا لك سي عدنان، يعطيك ألف صحة. شكرا، ربي يخليك. ربي يخليك.